بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 57. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليم الصلاة بالشروط. يصح تعليم الصلاة والإفلاح بالشروط بعد الإفلاح، بعد الإفلاح المبرور. مشينا صفحتين في الباب وإن كانت نافية. أدوات الشرط. مسألة: وإن كانت نافية. مسألة: وأدوات الشرط ست: إن وإيان وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها ما يفقد التكرار إلا كلما. نعم، هذا سبق. فإذا قال حكم كان في طالب فقامت الصوت، وإن تكرر قيامه لم يتكرر الصلاة، وكذا سائرها، لأن المطلب يفقد تكرار القتل. وإن قال كلما كنت كان في طالب فقامت خرقت، وإن تكرر قيامه تكرر الصلاة، لأن البطل يحب تكرار القتل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أدوات الشرط، كلها لا تقتضي التكرار، فتطلق في المرة الأولى ثم ينحل الشرط في المستقبل، فيصير كأنه غير موجود، يعني راجعها ويكون الشرط انتهى، انحل بطلقها الأولى، فإذا راجعها فإنها تكون زوجته، إلا إذا كان هذا الطلاق الشرطي يتمم الثلاث، يعني يتمم ثلاثا سابقة، فإنها تبين منه بينونة كبرى. أما إذا كان هذا الطلاق المعلق بالشرط بغير كلما، لم يسبقه طلاق، فإنه يراجعها وتكون زوجته على ما بقي من طلاقها، وينتهي الشرط. أما كلما فإنها تفيد التكرار، ولا ينتهي الشرط بالمرة الأولى. فإذا قامت طلقت، ثم إذا قامت ثانية طلقت، ثم إذا قامت ثالثة طلقت، ثم بعد ذلك تبين منه، لأن كلما تفيد التكرار. نعم، هذا إذا كانت هذه الأدوات مثبتة. أما إذا كانت هذه الأدوات منفية فإنها تكون على العكس، مثل: إن لم تقومي فأنت طالق، فإن بقيت ولم تقم طلقت، وإن قامت حصل الشرط، حصل المطلوب، لأنه علقه على ضد حالها، على ضد حالها. فإذا استمرت على حالها الأول تطلق، وإذا غيرت حالها لم تطلق، عكس الصور المثبتة فيما سبق. قال: إن لم تقومي، ناظروا الفرق بين إذا قال إن قمت فأنت طالق، فهذا إن قامت طلقت. أما إذا قال إن لم تقومي فأنت طالق، فهذا إذا قامت لم تطلق، وإن تركت القيام طلقت، على العكس من السابقات. نعم، لأن السابق معلق على وجود القيام، وهذا معلق على نفيه. نعم. مسألة: وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال
انحل شرطه يعني انتهى مفعوله، انتهى مفعوله فلا يتكرر. نعم. لأنها أكبر من ذلك. وإن قال كلما قمت فأنت طالب قلقت كلما قالت، لأنها أكبر التكرار. نعم. مسألة. وإن كانت نافية فقوله إن لم أطلقك فأنت طالب، لم أطلقك إن لم أطلقك فأنت طالب، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما لا نعلم في هذا خلافا. إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، أو إن لم تقومي فأنت طالق، فهذا شرط منفي، علقه على نفي الشرط. فإذا كان ينوي مدة معينة، إن لم تقومي يعني في هذا اليوم أو في هذه الساعة، فله ما نوى، فيتحدد المطلوب فيما نواه، سواء لفظ به أو نواه بقلبه. وإن لم يعين وقتا فإنه يكون على التراخي، تبقى في عصمته، ولا يحصل طلاق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، قبيل وفاة أحدهما، فإنها تطلق قبيل وفاة أولهما موتا، لأنه إذا لم ينوي وقتا محددا فهو يشمل كل المستقبل من الحياة. فإذا لم يبقى من حياة أحدهما أولهما موتا إلا قدر ما تطلق فيه، قدر ما يطلقها فيه، فإنها تطلق حينئذ. فإذا ماتت اعتبرت طالقة قبل موتها أو قبيل موتها، أو إذا مات هو اعتبرت طالقا قبيل موته بلحظة. نعم. لأن هذا معنى التراخي، معنى التراخي يعني التأخر، تأخر الوقوع. نعم. لأن حرف إن مجرد يقتضي التراخي، مجرد يقتضي التراخي، إلا أن ينوي عقدا بعينه فيتقيد بذلك الوقت، كقوله إلا مصدق ينوي اليوم فأنت طالب، فإنه يتقيد باليوم، فإذا خرج اليوم ولم يطلقها خلقت. نعم. مسألة. سائر الدوافع الفور، يعني إذا كانت نافية، وإن تجرد الشيء نفي فهي على التراخي. نعم. مثل قوله إن خرجت وإذا خرجت ومتى خرجت وأي حين خرجت ومن خرجت من كل وكلما خرجت وكلما خرجت وكلما خرجت فأنت طالب، فمتى وجد الخروج خلقت، وإن كانت نافية فكلها على الفور، لأنها تقتضي ذلك إلا إن على ما سبق. نعم. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالب، ولم أطلقها خلقت في الحال بذلك. نعم. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالب، فمضى زمان يمكن طلاقها فيه ثلاثا، ولم أطلقها خلقت ثلاثا، لأن كلما تقتضي التكرار. نعم. قال الله سبحانه كلما جاءكم رسولها كذبوه، فيقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة، والصفة عدم تطليقه لها. فإذا مضى زمن يمكن أن يطلقها فيه بعد يمين يمكن أن يطلقها، فقد وجدت الصفة، فتقع الغرفة وتتبع الثانية والثالثة إن كانت مدخولا بها، وإلا بانت في الأولى ولم يلزمها ما بعدها، لأن الباقي لا يلحقها ضرا. مسألة. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالب، فولدت حرمين خلقت في الأول وبالت في الثاني ولم تطلق به، لأن العدة انقضت في الثاني فخذتها الطلاق باهل فلم يقع،
إذا قال كلما ولدت فأنت طالب، ثم ولدت توأمين فإنها تطلق بالأول وتبين، تبين به لأنها إذا ولدت الثاني خرجت من العدة، لأن عدة الحامل عدة الحامل وضعها للحمل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الأول طلقت فلقة وبقيت في عدة فإذا ولدت الثاني انتهت العدة فلم يلحقها طلقة ثانية لأن بانت بالأولى. نعم. مسألة، وإن قال تفتت عن تطالب طلقت في أول الحيض لأن صفته وجدت، ولذلك أكمل به حيضا في المنع والصلاة والصيام والوقت. إذا قال إن حضت فأنت طالب فإنها تطلق في أول ما يصيبها الحيض، تطلق في أول ما يصيبها الحيض، أول لحظة يصيبها الحيض فيها يقع عليها الطلاق، فإن كانت رجعية فله أن يراجعها، وإن كانت قد بانت فإنه ليس له عليها رجعة. نعم. فإن تبين أنه ليس بحيض لم تقرب، لأننا تبين أن الصفة لم توجد. إذا كان الدم تبين أنه دم فساد أو نزيف فإنها لا تطلق به لأنه علقه على الحيض وهذا ليس بحيض إنما هو دم فساد. نعم. مسألة، فإن قالت قد حضت فقدمها قلقت لأنها أدرى، إذا قال إن حضت فأنت طالق، فقالت قد حضت وقال لا أبدا ما حضتي، فالقول قولها لأنها أدرى بالحيض منه وهي مؤتمنة على الحيض وعلى الحمل، قال تعالى ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، مؤتمنات على ما في أرحامهن من حيض أو حمل، فهن أدرى بأنفسهن، فإذا كان هو ينفي الحيض المعلق عليه الطلاق وهي تثبته القول قولها. نعم. مسألة، فإن قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، هذا ائتمان لهن. نعم. مسألة، فإن قال قد حفظ فكذبها خلقت. نعم. لأنه يقبل قولها في حق نفسها بقوله سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فأسند الأمر إليهن. نعم. فلولا أن قولهن مقبول ما حرم الله عليهن كتمانه، ويصير كقوله سبحانه ولا تكتم الشهادة يدل على قبولها، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها. نعم. مسألة، وإن قال قد حبتي فكذبت طلقت بإقراره. العكس، إذا قال إن حضتي فأنت طالق ثم قال أنت حضتي، قالت هي لا أنا لم أحض، فإنه يدان بما قال لأنه اعترف على نفسه بالطلاق فيقع عليه الطلاق لأنه اعترف به والطلاق من حقه هو، فيؤخذ بإقراره. نعم. فالقول قوله في هذه. نعم. مسألة، وإن قال إن حضت فأنت وبقتي طالقتان. نعم. وإن قال إن حضت فأنت وبقتي طالقتان، فأنت وضرتك. نعم. فقالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. إذا قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان. نعم. فقالت قد حضت، طلقت هي فقط إذا كذبها هو،
قالت قد حظت فكذبها هو، فإنها تطلق هي لأنها أدرى بنفسها، ولكن لا يقبل إقرارها على الأخرى، لا يقبل إقرارها على الأخرى، لأن هذا إقرار، ولا يقبل إقرار الشخص إلا على نفسه. فلو قال شخص، لو قال شخص أنا وفلان سرقنا هذا المال، أخذناه بإقراره هو، لكن الثاني ما نأخذه بإقرار غيره. نعم. لأن قولها مقبول على نفسها، وأن تطلق القرة إلا أن تقوم بينة على حيضها. إلا بينة، إلا أن تقوم بينة على حيضها، شهادة امرأتين أنها حاضت. نعم. باب ما يختلف به على الطلاق وغيره. ما يختلف به عدد الطلاق بالنسبة للرجال والنساء. فالطلاق معتبر بالرجال، طلاق معتبر بالرجال لقوله تعالى: يا أيها الذين، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، خاطب الرجال: طلقوهن لعدتهن، خاطب به الرجال. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، خاطب به الرجال. ف القرآن في جميع المواضع يخاطب الرجال بالطلاق، فدل على أنه خاص بهم ومعتبر بهم. وإذا كان كذلك فإن الحر يملك ثلاث طلقات، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، سواء كانت زوجته حرة أو أمة. إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، وكذلك الأمة، لأنه معتبر بالرجل لا بالمرأة. والعبد يملك طلقتين، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، ليس له إلا طلقتان، لأن الرقيق على نصف الحر، والحر يملك ثلاث، فالرقيق يملك اثنتين، لأن الطلاق لا، هو كان الأصل يملك وحده نصف، لكن الطلاق لا يتبعض فيجبر الكسر، يصير يملك الرقيق اثنتين طلقتين. فإذا طلق طلقتين بانت زوجته، سواء كانت حرة أو أمة، بينونة كبرى. هذا ما يختلف به عدد الطلاق. نعم، يختلف باعتبار الرجال حرية ورقا. نعم. مسألة: المرأة إذا لم يدخل فيها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحرج. نعم. المرأة إذا لم يدخل فيها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر. نعم، الغير المدخول بها تبينها الطلقة الواحدة بينونة صغرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من غير أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا طلقها واحدة وهي غير مدخول بها بانت بينونة صغرى، له أن يعقد عليها عقدا جديدا. وإن طلقها ثلاثا بانت بها بينونة كبرى بلفظ واحد. أما لو قال غير مدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية. لكن لو قال: أنت طالق بالثلاث، أو طلقتك ثلاثا بكلمة واحدة، بانت بينونة كبرى، فلا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره. نعم.
تقدمها ثلاث من الحر. من الحر. أما الرقيق فيكفي اثنتان كما يأتي. نعم. والاثنتان من العبد إذا رفعت مجموعة. مجموعة بهذا اللي. أما لو وقعت مفرقة وهي غير مدخول بها فإنه لا يقع بها إلا الأولى وتبينها، وما جاء بعدها لا حكم له لأنها باين. نعم. بقوله أنت طالق ثلاثا، أو قوله أنت طالق وطالق وطالق، وذلك من غير المدخول بها سبيل بطلقة، بقوله سبحانه إن طلقتموهن مقابلا تمسوهن فما لكم عليهن. نعم. إذا رفعت مجموعة كقوله أنت طالق، مجموعة يعني بلفظ واحد. نعم. كقوله أنت طالق ثلاثا، أو قوله أنت طالق، أنت طالق وطالق وطالق، وذلك أن غير المدخول بها سبيل بطلقة، لأن الواو للجمع، لأن الواو للجمع فكأنه لفظ واحد. أما لو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو ثم طالق، أو بل طالق، فإنها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها ما دامت غير مدخول بها. نعم. بقوله سبحانه فإن طلقتموهن من قبل لا ما هو بهذا لفظ الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اقرأ الآية مرة ثانية لقوله تعالى. لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إيه نعم، هو جاء بآخر الآية وقطع أول الآية. نعم. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. نعم. وأما كونها تحرم بالثلاث من الحر فلقوله سبحانه الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد. الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة، أدل على أن الحر يملك ثلاث تطليقات، لأنه طلقها في الأولى طلقتين ثم قال جل وعلا بعد ذلك فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فدل على أن الحر يملك ثلاث تطليقات، وأن المشروع أن يفرقها وأنه لا يوقعها مجموعة، هذا محرم أنه يوقعها مجموعة، بل يفرقها من أجل أن يكون له فرصة للرجعة. أما إذا جمعها بلفظ واحد أغلق على نفسه هذا الباب ووقع في الحرج والعسر. نعم. وذكر الخلع بينهما، بين الطلقتين الأوليين والطلقة الثالثة، ولم يعتبره طلقة، فدل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق كما سبق، فسخ وليس بطلاق، لا ينقص به أو لا يتم به عدد الطلاق. نعم. أما العبد فيملك ثنتين سواء كانت زوجته حرة أو مملوكة، يملك لا يملك إلا ثنتين، هذا النصاب الكامل له. نعم، لأنه على النصف من الحر، والنصف وحده نصف، لكن جبر الكسر فصارت اثنتين. مثل الحرة تعتد بثلاث حيض، والأمة تعتد بحيضتين، لماذا؟ جبروا، لأن الحيضة لا تتبعض، وحده نصف ما يمكن، فجاء جبر الكسر فصارت حيضتين. نعم. روي ذلك عن علي بن ابي مسعود لما رفع عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني المملوك، العبد المراد به المملوك،
نعم. أما العبد المطلق هذا كل الناس عباد الله عز وجل، كلهم عباد لله، لكن المراد هنا المملوك. نعم. وقيل الأمة حيضتان ويتزوج الحرة على الأمة. وقرء الأمة حيضتان يعني عدتها حيضتان، لأن عدة الحرة ثلاث حيض، فيكون للأمة منها حيضتان جبرا للكسر. نعم. ويتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة. نعم. ويتزوج الحرة على الأمة. نعم، له أن يتزوج الحرة على الأمة يعني الرقيق. ها؟ اي نعم. ولا يتزوج الأمة على الحرة. نعم. وهذا نص الله الدارقطني. يعني العبد له أن يتزوج الحرة على الأمة، وليس له أن يتزوج الأمة على الحرة. نعم. مسألة. هذا الأثر يعني. وإن أوقعه مرتبا بقوله أنت طالق وطالق، أو طالق في مطالق، أو طالق في طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو أنت طلقت في أنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقت في أنت طالق، أو كلما طلقت في أنت طالق وأشبه هذا لم يقع إلا واحدة. نعم. مسألة. وإن أوقعه مرتبا في قوله أنت طالق فطالق، هذا في غير المدخول بها، غير المدخول بها، إذا أوقعه مرتبا وهي غير مدخول بها فإنها تطلق في الأولى ولا تلحقها الثانية والثالثة لأنها صادفتها وهي غير زوجة. نعم. أو طالق بالطالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقت في أنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقت في فأنت طالق، أو كلما لم أطلق في فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع إلا واحدة، لأنها غير مدخول بها، وهذا طلاق مرتب فلا لا يلحقها ما بعد الأولى لأنها تبين في الأولى تصبح غير زوجة أجنبية منه، فلا يلحقها طلاقه المتأخر. نعم. لأنها تبين بالأولى فلا تقع الثانية. نعم. لأنها حروف تقع الترتيب فتقع الأولى بها فتبينها ثم تأتي الثانية فتصادفها قد بانت عن نكاحه فترغب. نعم. مسألة. ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعت ما أوقعت. نعم. أما لو كانت مدخولا بها فهذا لا تفصيل في وقوع الطلاق فيه، سواء أتى به مجموعا أو مفرقا كله يقع بها. ولو قال أنت طالق بالثلاث أو ثلاث طلقات وقعت بها الثلاث، أو قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو وقعت الثلاث أيضا، أو ثم طالق ثم طالق إلى آخر وقع، فيقع بها الطلاق المتكرر على أي صفة كان لأنه يصادفها وهي زوجة، فيتعاقب عليها إلى أن تبين منه، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة إلى أن يتكامل الثلاث فتصبح بائنا بينونة كبرى. نعم. مسألة. يعني أن المدخول بها يقع بها الطلاق سواء كان مفرقا أو مجموعا، سواء كان بعاطف أو بدون عاطف. نعم. لأنها لا تبينها الأولى تبينه، لأنها لا تبينها الأولى فتأتي الثانية فتصادف محل النكاح فتقع. نعم. مسألة. ومن شك في الطلاق وعدده من شك في الطلاق، وهذا كثيرا ما يقع عند الموسوسين، شك في الطلاق
يقول ها والله أنا خاف أني مطلق زوجتي ما أدري والله يقع عنده وساوس، نقول لا الأصل العصمة، الأصل العصمة والحمد لله، فما دام لم تتيقن الطلاق فإن زوجتك معك، لأن الأصل بقاء النكاح ولا يبطل هذا النكاح أو يزول، لا يزول هذا النكاح إلا بيقين الطلاق، الطلاق النكاح متيقن فلا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فهذا يقطع الوساوس عن هؤلاء الذين يحصل عندهم وساوس. نعم الأصل عدم الطلاق، فإذا شك فيه لم يؤثر الشك. نعم أو شك في عدده، شك في وتيقن الطلاق، تيقن أنه مطلقها لكن يقول ما أدري أنا مطلقها واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، الله أني أشك ما عندي يقين، نقول لا الأصل واحدة فقط، إن تيقنت الزيادة وقعت وإذا لم تتيقنها فنبني على اليقين وهو الواحدة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم إذا شك ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، أو شك في الرضاع الذي يحرم المرأة، يحرم نكاح المرأة، شك في وجود الرضاع، يقول والله ما أدري الظاهر أني أنها اختلي من الرضاع أو أن بيني وبينها رضاعة، أنا أخاف من ذلك، يقول لا الأصل عدم الرضاع، الأصل عدم الرضاع حتى تتيقن حصول الرضاع، فإذا تيقنت حصلت الحرمة، أما ما دام الرضاع مشكوكا فيه فالأصل عدمه والحمد لله. أو تيقن الرضاع لكنه شك في عدد الرضعات، أو المرضعة شكت في عدد الرضعات، قالت أنا أرضعت بيقين أني أرضعتها لكن ما أدري عدد الرضعات ما أدري، نقول الأصل الحل والحمد لله، الأصل الحل وعدم الحرمة حتى يثبت عدد الرضاع إلى 5 رضعات. نعم لأن النكاح متيقن فلا يزول عنه بالشك. نعم مسألة، ولأن الأجنبية حلال، الأجنبية حلال أن يتزوجها ما لم يثبت الرضاع الشرعي وهو 5 رضعات في الحولين، فإذا ثبت هذا حرمت عليه، وإن كانت في عصمته فرق بينهما، أما إذا لم يثبت شيء من ذلك فلا تحرم عليه، وإن كانت في عصمته يستمر هو وإياها. نعم لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم مسألة، وإن قال للسائل إحداكن قالت ولم يرمي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة، له أربع نساء وقال إحداكن طالق، إحداكن طالق ولم يعين واحدة تخرج بالقرعة، يعمل قرعة فمن وقعت عليها القرعة يقع عليها الطلاق، لأن كل واحدة منهن محتمل أنها هي المقصودة، فلا يفرز هذا إلا القرعة، لا يفرز هذا إلا القرعة، والقرعة معتبرة شرعا. قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، يعني أقرعه وقعت القرعة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه، فأي واحدة وقعت لها القرعة سافر بها، فالقرعة حل شرعي في إخراج المبهمات. نعم لا ما يخير. نعم لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح استجمادها،
لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن تمييزها، يعني كل واحد يحتمل أنه هو صاحب الحق أو هو المدين، فإن القرعة حل يزيل الالتباس ويرضي الجميع. نعم. الشريكين إذا اقتسما فإنه يسوي بينهما، إذا اقتسم الشريكان الملك الذي لهما اقتسماه بالفرز، فإن القرعة تستعمل من أجل بيان نصيب كل منهما من هذه الأسهم، وإلا كل واحد يبي يقول أنا أبي هالمحل، أنا أبي هالمحل، والآخر يقول لا أنا اللي أبيه، فما يميز بينهما إلا القرعة. يكتب اسم كل واحد في ورقة تجمع الأوراق، ثم تعطى واحد يجهل الأمر ويقال له ألق على كل قطعة أو كل جزء ألق عليه ورقة، فمن وقع اسمه على شيء صار له، ولا يحصل بهذا أي حزازات أو أي إشكال. نعم. وكذلك العبيد إذا اعتقهم في ماضه ولم يخرج من كنته إلا واحد منهم فإنه يقطع بينهم. إذا أعتق عبيده في مرضه، هذا محجور عليه، ليس له إلا الثلث، وعبيده أكثر من الثلث، فيمنع ما زاد على الثلث، لكن أيهم اللي يصير عتيق وأيهم اللي يصير مملوك؟ كل واحد يبي الحرية، والوصية ما تسعهم جميعا، لا بد من القرعة، فمن خرجت عليه القرعة فإنه يكون هو العتيق. نعم. مسألة كثير من الأمور التي يحصل فيها اشتباه تميزها القرعة. نعم. مسألة: وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا فأصبعها أو يدها طلقت كلها. طلاق لا يتبعض، إذا طلق جزءا من امرأته قال يدك طالق أو وجهك طالق أو رجلك طالقة، طلقت كلها، لأن الطلاق لا يتبعض. نعم. لأنها جملة لا تتبعض في الحل، والحرمة وجد فيها ما يقتضى التحريم والإباحة، فغلب فيها حكم التحريم، لأنها حلال كلها له، فإذا طلق بعضها سرى الطلاق على جميعها، فلا يمكن أن يكون بعض المرأة حلال بالنكاح وبعضها حرام بالطلاق، ما يمكن هذا، هذا لا يمكن ولا يتبعض، فتطلق كلها. نعم. كما لو اشترك مسلم ومجوسي في صيد. نعم. لو اشترك مسلم ومجوسي في صيد، صادوا يعني قتلاه جميعا، قتل الصيد جميعا، فهذا الصيد صاده من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، يغلب جانب الحظر، إذا تنازع حظر وإباحة يغلب جانب الحظر، فيكون هذا الصيد حراما على المسلم، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الصيد بعضه حلال وبعضه حرام. نعم. ولأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع، فإن من خالف في ذلك قد سلمه. ولأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع، فإن من خالف في ذلك قد سلمه. ولأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح من المرأة، جزء ثابت من المرأة هو العضو، فأشبه الجزء الشائع، فإن من خالف في ذلك قد سلمه. نعم.
إذا أضافه إلى جزء من المرأة فإنه يسري على جميعها. نعم. مسألة إلا الرقبة والسن. إلا ما إلا إذا طلق شيئا منها لا تحله الحياة في حكم المنفصل كالظهر والسن، هذا لا تحله الحياة فلا لا تطلق به. لو قال سنك طالق أو شعرك طالق أو ظهرك طالق، هذا في حكم المنفصل، في حكم المنفصل فلا يقع عليها طلاق به. نعم. مسألة إلا الظهر والسن والشعر والريق والدم. والريق، الريق أيضا في حكم المنفصل والدم. ونحوه لا تطلق به لأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة، ينفصل عنها وتبقى حية، تبقى حية، يطلع منها دم تبقى حية، يقص ظهرها أو حتى يقلع ظهرها نهائيا تبقى حية، شعرها يمكن أيضا يزال وتبقى حية، ظهرها يزال، فهذا في حكم المنفصل، فلو طلقه لم يؤثر على الزوجة. والريق ينفصل عنها وتبقى حية. نعم. الدم ينفصل منها وتبقى حية. أيه. والدم أيضا، والدم، والدمع من باب أولى. نعم. لا، الرجل هذه متصلة بها، متصلة بها حية معها، حية معها، حياة الرجل بحياة الجسم، حياة واحدة. نعم. لأنه جزء ينفصل عنها في حالة، وأيضا ما يضمن أنها تحيا، إذا انفصلت رجلها ما يضمن أنها تكون حية، الغالب أنها تموت، لكن الشعر والظفر وشيء يسير من الدم والريق والدمع هذا معروف عند كل الناس أنه ما يأثر عليه. نعم. لأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة فلم تطلق بطلاقه كالحمل والريق. نعم. ولأن الشعر لا روح فيه ولا يبطل الوضوء مسه فأشبه العرق والريق والنبل. وقيل تطلق إذا طلق الظفر والشعر والسن، إذا طلق الظفر والشعر والسن لأنه جزء يستباح بنكاحها أشبه تسبع. قيل هذا تضعيف، وقيل هذا تضعيف لها. نعم. القول الأول هو الصحيح هو المذهب. نعم. وأما الإسبع ولنا ما سبق، وأما الإسبع فإنها لا تنفصل في حال السلامة. نعم. بخلاف السن فإنما آلهم إلى الانفصال والدمع والعرق، والحمل والريق متفق عليها لا نعلم فيها خلافا. اللي تنفصل منها وتبقى سلامتها تامة، أما الأصبع والرجل واليد فهذه وإن سلمت إلا أن سلامتها تكون ناقصة، تكون معيبة، ففيه فرق بين العضو وبين هذه الأشياء التي هي في حكم المنفصلات. نعم. مسألة وإن قال انتقال النسبة تطليقة أو أقل من هذا طلقة واحدة، لأن الطلاق لا يتبعض، إذا قال أنت طالق النصف طلقة أو ربع أو عشر طلقة، طلقت طلقة كاملة لأن الطلاق لا يتبعض. نعم. لأن الطلقة لا تتبعض وتفاعل كلها. نعم. نعم. لأن دق ما لا يتبعض في الطلاق مثل ذكر جميعه، كما لو قال نصف طالق. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن لا تطلق بذلك إلا ذاوته. باب الرجعة.
الرجعة. الرجعة معناها إرجاع الزوجة إلى عصمته، إرجاع الزوجة المطلقة إلى عصمته. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في وقت العدة إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلق امرأته دون الثلاث فإن له عليها الرجعة ما دامت في العدة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربنا، معنى بلغنا يعني قاربنا بلوغ الأجل، فأمسكوهن بمعروف، وهذا بالرجعة، أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالذي قصده من الرجعة تطويل العدة عليها وتعذيبها وما له رغبة فيها، لكن يطلقها ثم يراجعها، ثم إذا قاربت عدتها راجعها ثم يطلقها من أجل أن يعذبها، فهذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام عليه. ولهذا قال: إن أرادوا إصلاح، الذي لا يريد الإصلاح لا تحل له الرجعة. وهل تصح أو لا تصح فيه خلاف، لكن هو يأثم على هذا على كل حال. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اللي قصده من الرجعة المضارة هذا معتدي. واختلف العلماء هل تصح رجعته أو لا تصح. اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها لا تصح رجعته، لأن الله شرط في صحة الرجعة أن يريد الإصلاح، ونهى عن الرجعة التي يقصد منها الإغراق. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وسماها اعتداء. فالحاصل أن من فضل الله على عباده أنه شرع لهم هذا التشريع العظيم الذي فيه مصالحهم. يطلقها طلقة واحدة وهي طائر في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها، فإن بدا له رغبة فيها راجعها قبل نهاية العدة، وإن لم يبدو له رغبة تركها. هي تبين من نفسها، إذا تمت العدة بانت من نفسها، ما حاجة أنه يطلقها ثاني ويقول علشان ما ترجع إلي، يقول خلها بس تسكت وهي تبين تروح، ما لك شغل فيها، يتركها. هي إذا تمت عدتها بانت منه بدون أنه يتصرف. هذا من أدق وأحكم التشريعات الإلهية. ولهذا قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يندم الإنسان ويتأسف، فما دام الفرصة أمامه للرجعة فإنه ينحل الإشكال، لكن إذا كان الباب مغلق أمامه فهذا هو الذي حرج، وهو الذي أوقع نفسه، وقد يقتل نفسه من الندم، فيكون هو المتسبب في هذا. فالرجعة فيها فرج عظيم للأمة الإسلامية. والشارع الحكيم دائما يحث على الاجتماع، على الزوجية، ويكره الفرقة، ويكره الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالشارع دائما يحث على بقاء الزوجية وعلى بقاء العصمة لما في ذلك من المصالح، ولذلك جعل الفرصة للزوج في مدة العدة من أجل أن يتروى، من أجل أن يكون أمامه فرصة للتدارك، مصلحة الجميع، الزوج والزوجة، بل مصلحة الأولاد ومصلحة الأسرة في ذلك عظيمة جدا. فلذلك شرع الله الرجعة في الطلاق غير المستغرق. أما إذا استغرق الطلاق العدد المحدد حينئذ لا رجعة، تكون بائنا بينونة كبرى. نعم. باب الرجعة. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، هذه الشروط، شروط صحة الرجعة: أن يكون الطلاق بعد الدخول، هذا واحد، فإن كان قبل الدخول فلا رجعة.
الشرط الثاني أن يكون الطلاق أقل من الثلاث غير باين، فإن كان ثلاثا فلا رجعة. الشرط الثالث أن يكون الطلاق على غير عوض، فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعة لأنها بانت بينونة صغرى، لكن الرغبها يعقد عليها عقدا جديدا. إذا كان الطلاق على عوض له واحدة تكون بائنا بينونة صغرى، فإذا رغب فيها فإنه يعقد عليها عقدا جديدا، أما الرجعة فليس له عليها رجعة. نعم. فهذه الشروط، شروط: أولا أن تكون مدخولا بها، ثانيا أن يكون الطلاق دون ما يملك، ثالثا أن يكون الطلاق على غير عوض. نعم، أعد العبارة. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير الدخول، هذا شرط، بغير عوض، بغير عوض، هذا الشرط الثاني، أقل من ثلاث، أقل من ثلاث، هذا الشرط الثالث. أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. الشرط الرابع أن تكون في الرجعة في وقت العدة. الشرط الرابع أن تكون الرجعة في وقت العدة، فإن كانت انتهت العدة فلا رجعة له عليها. إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة ولم يراجعها انتهى وقت الرجعة، ولو لم تغتسل، انقطاع الدم من الحيضة الثالثة بعد الطلاق تنتهي الرجعة ولو لم تغتسل من الحيض. نعم. لقوله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذا يراد به الرجعة، وبعولتهن يعني أزواج المطلقات دون الثلاث، أحق بردهن يعني برجعتهن، في ذلك يعني في العدة، إن أرادوا إصلاحا، هذا شرط خامس، إن أرادوا إصلاحا لا يكون قصده الإضرار بالزوجة. نعم. أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. نعم. لقوله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني في العدة. نعم، في ذلك يعني في العدة، الإشارة ترجع للعدة. نعم. ذكر ذلك بعد قوله: والمطلقات يترخصن في أنفسهن ثلاثة قروء. والقروء عند الحنابلة الحيض، عند الحنابلة والحنفية الحيض، وعند المالكية الأطهار. القروء عند المالكية الأطهار. نعم. والمراد بهذه الآية، والقرء لفظ مشترك كما يقولون، القرء لفظ مشترك، يراد به الحيض ويراد به الطهر، له معنيان، ولذلك أخذ هؤلاء بمعنى وأخذ هؤلاء بمعنى، والخلاف دائما من هذا النوع، خلاف تنوع، ما هو باختلاف تضاد. نعم. والمراد بهذه الآية المدخول بها بدليل أن غير المدخول بها ليس عليها عدة، بقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني الآية خاصة بالمدخول بها، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة، وهنا جعل الله الرجعة في العدة. نعم. مسألة: والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهد أني قد رجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. الرجعة أن يقول رددتها أو أمسكتها أو أرجعتها، هذه هي الرجعة، والإشهاد سنة، الإشهاد على الرجعة سنة. قال تعالى في سورة الطلاق: طلقوا فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن، يعني قاربنا انتهاء العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. أشهدوا يعني على الرجعة،
وهذا الأمر للندب وليس هو للوجوب. نعم، فلو راجعها من دون إشهاد صحت رجعته، لكن الإشهاد أتم وأحسن، مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر للاستحباب، ولو تبايع من غير إشهاد صح البيع. نعم. إذا رجعش يلزم أنه يعلمها أو كانت بعيدة يعني؟ يعلمها؟ لا، ما يلزم أنه يعلمها، رجعة صحيحة ولو ما دريته، لأن هذا حق له هو أو حق لها هي. نعم. نعم. لم يقل أحد بوجوب الإشهاد. نعم. مسألة، لأن هذا الأمر أمر إرشاد، ما هو أمر إيجاب، أمر إرشاد، مثل وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم. وقد رجعت أن يقول الرجلين من المسلمين اشهد أني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق. لا يحتاج إلى ولي، يقول وليها، ولا يحتاج إلى صداق لأنها زوجته، ما دامت في العدة فهي زوجته، إنما يحتاج إلى الولي في العقد، وهذا ليس بعقد، الرجعة ليست بعقد. نعم. من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها في الآية. ولا رضاها، ما يشترط رضاها، لأن هذا حق له ليس لها دخل فيه لأنها زوجته. نعم. مسألة، وإن وضعها كانت رجعية سواء. نعم. مسألة، تحصل الرجعة أيضا بالوطء ولو لم يتكلم، تحصل الرجعة بالقول وتحصل الرجعة بالوطء، فإذا وطئها فهذا أقوى دليل على مراجعته لها. نعم. تحصل الرجعة. مسألة، وإن وطئها كانت رجعية، كانت رجعة، رجعة هي سواء نوى الرجعة أو لم ينوى. نعم، لأن وطأه لها دليل على استرجاعها، سواء نوى الرجعة أو لم ينوي الرجعة. نعم، وطؤها استرجاع. نعم، هو أقوى من القول. لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار، فالوقت من المالك يمنع زوال الملك كوقت البائع في مدة الخيار. نعم، الله جعل له الخيار في مدة العدة، فإذا تصرف تصرفا يدل على قبوله لها فالتصرف هذا يعتبر قطعا للخيار، مثل البيع، لو أنه اشترى سلعة وشرط الخيار أو في مجلس العقد له الخيار، فإذا تصرف في المبيع لزمه البيع لأن تصرفه فيه دليل على رغبته فينقطع الخيار، كذلك في الرجعة ينقطع الخيار، فإذا وطئها هذا تصرف يدل على أنه أرادها. نعم. مسألة، والرجعية زوجة. الرجعية زوجة ما دامت في العدة، يعني لها حقوق الزوجات، لها النفقة ولها السكنة ولها المبيت ولها مال الزوجات، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما دامت في العدة وطلاقها دون ثلاث فهي زوجة، لها حقوق الزوجات عليه تماما، فإن راجعها أو وطئها صارت زوجته وعادت إلى عصمته، والله جل وعلا يحب ذلك، يحب من عبده إذا كان يريد الإصلاح أن يراجع زوجته لما في ذلك من المصالح العظيمة. نعم، الله يبغض الطلاق. نعم. مسألة، والرجعية زوجة بدليل أن الله سبحانه سمى الرجعة إمساكا بقوله سبحانه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإمساك يدل على أنها زوجة، يعني يدل على أنها زوجة، إمساك. نعم، إمساك شيء موجود وهو العصمة. نعم. وسمى المطلقين بعولة، فقال عز وقائل وبعولتهن، سماهم بعولة مع أنها مطلقة، فدل على أن الزوجية باقية
زوجية باقية. نعم. فقال عز المقال: وبعولتهن أحق بردهن فيلحقها طلاقه وظهار ولعان وخلف. إذا كانت زوجة فلها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، لها مال الزوجات من نفقة وسكنى وقسمة، وعليها ما على الزوجات من الحقوق، ويلحقها طلاقه إذا طلقها لأنها زوجة، وظهاره إذا ظهر منها يقع عليها الظهار لأنها ما زالت زوجة. نعم. ونعم طلاقه وظهاره ولعانه. اللعان معروف، إذا رمى زوجته بالزنا، إذا رمى زوجته بالزنا فإما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون عن رؤية أنها زنت، عن رؤية ما هو عن رواية أو عن خبر، لا، لازم أنهم رأوا حقيقة الوطأ يشهدون، أو يقام عليه الحد، حد القذف، وله أن يسقط الحد عنه باللعان بأن يشهد على نفسه أربع شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يطلب منها هي أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما. إذا تم اللعان يفرق بينهما فرقة أبدية. فإن أبى أن يلاعن فهي زوجته ويقام عليه حد القذف. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلى آخر الآية، هذا اللعان. نعم. أما إن جاء بأربعة شهود انتهى الأمر، ثبت عليها الحد، يقام عليها حد الزنا. نعم. حد القذف إذا طالبت به، أما إذا سكتت ولم تطالب يترك. نعم. حتى لو قذف أحد غيرها ولم يطالب المقذوف فلا يقال للقاذف شيء، لكن يعزر تعزير، يعزر تعزير عن الكلام الفاحش، أما الحد فلا بد من المطالبة لأنه حق لمخلوق. نعم. وخلعه له أن يخالعها بأن يفارقها على عوض، يفارقها على عوض، هذا الخلع كما سبق، لأنها ما زالت زوجة له، فكل هذه الأمور تلحقها. نعم. شو قفت عليه؟ رجعية زوجة. خلك عليها والرجعية زوجة. لأنه لم يقل انحرتي وحاضت ضرتك، وإنما علقه بحيضها هي، فإذا قالت قد حضت تؤاخذ بإقرارها، ولم تؤاخذ ضرتها بإقرار غيرها عليها. نعم. إلا إذا ثبت ببينة أنها حاضت طلقت المرأتان. نعم. فيقبل قولها على نفسها ولا يقبل قولها على غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، أنا متزوج ولدي طفلان والحمد لله، الأكبر عمره سنتان، قلت لهما مازحا في إحدى الليالي:
إن هذه ليست أمكم، إنما أمكم قد طلقتها، علما بأن المشار إليها هي أمه الحقيقية. الله سبحانه وتعالى يعلم أني لم أكن قبالا لهذه الأخوة خطيرة ولم أقصدها. هذا فيه تفصيل، إن كان قد طلقتها تقصد الإنشاء، يعني طلقتها الآن، فهي تطلق طلقة واحدة وتراجعها ما دامت في العدة. أما إذا كان هذا من باب الخبر، من باب الإخبار، وأنت لم يسبق أنك طلقتها، فهذا كذب، هذا كذب وليس فيه شيء، لأنه خبر كاذب. الحاصل أنه إن كان قصدك الكذب والخبر هذا ليس فيه شيء، وإن كان قصدك الإنشاء فإنها تطلق طلقة واحدة ولك أن تراجع. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، ما الشاهدان على الرجعة هل لا بد أن يكون في المحكمة؟ لا، ليس من شرط الرجعة أن تكون عند الحاكم، هذا حق له، يراجعها في أي مكان وشاهد شاهدين. نعم. فضيلة الشيخ، هل يلزم وقوع القرار وكل الرجعة إخبار زوجتي أو رضاها؟ لا، لا يلزم في الطلاق ولا في الرجعة إخبارها ولا رضاها، لأن هذا حق للزوج يتصرف فيه. نعم، فيقع الطلاق ولو لم تعلم، وتصح الرجعة ولو لم تعلم، حتى ولو لم ترضى تقع تصح الرجعة. نعم. لكن مسافر يا شيخ وأرجعها دون أن يعلمها، تزوجت هي بعد انتهاء العدة، عيف والله الأمور، ما تزوج إلا بعد ثبوت أنه لم يراجع، من اللي يزوجها؟ لازم من إحضار الصك، صك الطلاق، وأنه لم يراجعها في الفترة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، لو قال لإحدى نسائه، إحداكن طالب، وطئ إحداهن قبل القرعة، ما حكم هذا الوقت والولد وغير ذلك؟ لا بس، إذا وطئ فإن وقعت عليها الطلقة اعتبرنا هذا الوطء رجعة، اعتبرنا هذا الوطء رجعة، وإن لم تقع عليها الطلقة فهي زوجته، ما في إشكال. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة تطلب الطلاق وطلقها زوجها وليس في نيته، هل يقع الطلاق؟ بلا شك، إذا طلقها وقع الطلاق، ولولا الطلاق الصريح سبق لكم أن الطلاق الصريح ما يشترط فيه النية، إذا تلفظ به وقع، حتى لو قال أنا ألعب أو أنا أمزح أو ما قصدت أو ما يقبل منه ذلك، لأن يعني هذا لفظ صريح، نعم، لا يحتمل غير الطلاق، فلا يقبل منه تفسيره بغير الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يشك في زوجته، هل تكون هذه المرأة زوجة له شرعا؟ وكذلك هل الشك في هذا الزواج يكون الأبناء له أبناء شرعا؟ هذا وسواس، ما دام تم العقد بشروطه وأركانه فإنها زوجته، ولا يزول هذا الزواج وهذا النكاح إلا بيقين، بيقين الطلاق الذي لا شك فيه. أما ما دام عنده شكوك ووساوس وأوهام فإنها زوجته، والأصل بقاء النكاح، واليقين لا يزول بالشك، والشك لا يحرم الحلال. وكذلك أولاده، الأولاد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش، فما دامت في عصمته فأولادها يلحقون به، ما دامت المرأة في عصمته فأولادها يلحقون به، إلا إذا نفاهم باللعان كما سمعتم، إذا نفاهم باللعان انتفوا. نعم. وإلا فإنهم يلحقون به، قوله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتقد بخلاف الظاهرية ويؤثر ذلك على انعقاد الإجماع؟ الغالب أنه لا يعتد بخلافهم،
الغالب أنه يتم الإجماع ولا يعتد بخلافهم، لأن الغالب أن خلافاتهم تكون شاذة الاعتبار لها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكفي للرجعة أن ينوي بقلبه إرجاعها؟ هل يكفي للرجعة أن ينوي بقلبه إرجاعها؟ إذا تلفظ بالرجعة حصلت الرجعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الرجعة ما فيها هزل ولا فيها مزح مثل الطلاق، إذا تلفظ بها أو وطئ زوجته حصلت الرجعة، حتى لو قال ما نويت. مر بكم قريبا أنه إذا وطئها تحصل الرجعة ولو قال ما نويت الرجعة، لأن هذا ما فيه لعب تلاعب. نعم. هذا راجع للحاكم، إذا عرف من شخص التلاعب له أن يعزل. نعم. ما يكفي؟ يكفي.